الحكام مع الفريقين إلى منتصف الملعب قبيل بداية المباراة. استاد بوعيل فرسابا 1500 متفرج، الحكم هو دافيد مالكا. فرسابا بالملابس البيضاء. دقيقة الثالثة، أبوعيل أشكلون في الهجوم. درور الملم يرفع كرة وجيربي يحول الكرة برأسه إلى الشباك، وواحد صفر لأشكلون. جيربي المسجل للهدف الأول. في الدقيقة 19 هجمة مرتدة لكفر سابا، أبي تيكفا يمرر إلى دودي ستولبر الذي سجل هدف التعادل 1-1. دافيد ستولبر مسجل هدف التعادل لكفر سابا. نحن في الدقيقة 35 ومخالفة على فريق أشكلون. الحكم يحتسب ضربة حرة لفريق كفر سابا. ستولبر يرفع الكرة وترتد إلى أفي تيكفا الذي سجل الهدف الثاني لكفر سابا. النتيجة 2-1 مع نهاية الشوط الأول. 2-1 لكفر سابا. وإلى الشوط الثاني الآن. نحن في الدقيقة 61، ضربة حرة لأشكلون، مير زوهر يرفع وشارون ساجرون يسجل برأسه، والنتيجة 2-2. هدف تعادل جميل. بعد دقيقتين أي في الدقيقة 63 بطاقة صفراء ثانية ليغال بوسكيلا بعد مخالفة على إيليت سوريف، والحكم يبعده بالبطاقة الحمراء. هذه هي المخالفة والبطاقة الصفراء ثم الحمراء والإبعاد من الملعب. الدقيقة 72 مئير زهر يحاور دفاع كفر سابا. هذا هو ينفرد ويسجل الهدف الثالث لأشكلون. النتيجة الآن 3-2. مجهود فردي لهذا اللاعب والهدف الثالث لأشكلون في كفر سابا. 3-2 يتقدم هذا الفريق. دقيقة 78 أمبر يرفع الكرة وكولن تشوك يسجل هدف التعادل لكفر سابا، والنتيجة 3-3. كولين شوك يسجل ويعادل النتيجة. في الدقيقة 82 يبعد الحكم حامي مرمى أشكلون أفي بيرتس بعد أن لمس الكرة بيده خارج حدود منطقة الجزاء، إلا أن ذلك لم يؤثر على نتيجة المباراة النهائية التي انتهت بالتعادل.